بص بقى المشكلة دي يعني تقيل. معروفة يعني، مش بنشوفها، شفناها في الدراما كمان. أختي كانت مخطوبة من سنتين لكن ما حصلش نصيب ما بينهم. وقت الخطوبة كنت أنا وخطيبي، ولما الخطوبة اتفسخت فضلت صحبيتنا مكملة، وكان زي أخويا بالظبط. كان بقى كان دي قلقتني، قلقتني كان دي. بس المشكلة إن من قريب بدأت أحس إن مشاعري من ناحيته اتغيرت، ومشاعره هو كمان ليا اتغيرت. حاولت أوقف نفسي كتير وأقلل مكالماتنا أو أي تجمع يعني بيجمعنا، ما قدرتش، وبلاقي نفسي برجع أكلمه. أختي عارفة إننا صحاب لكن ما تعرفش اللي جوايا، أنا مش عارفة أتصرف إزاي. أختي أصلاً ما بقتش تحبه، بس أنا برضو حاسة إني بخونها. أعمل إيه؟ وهل في أمل إن الموضوع ما تحكيش يكمل، ولا مفيش أمل خالص؟ ده موضوع متلعبك قوي يا حبيبي. صعبة قوي دي. بس سامعينها، وسامعينها ساعات بتتكرر مع الأخت، وساعات بتتكرر مع الصحبة القريبة، وتتكرر ساعات مع البنت، بنت الخالة، بنت العمة. مش عارفه اقول لك. ايوه تعمل ايه بقى؟ انا قعدت اقراها الصبح يعني، وانا قبل ما نسجل. هي اختها ارتبطت؟ اختها ما ارتبطتش، وسالت ناس كتير. انت عارفه قعدت اسال، سالت عمر وسالت سلامه، اقول لكم ايه يا شباب، لو حصل مشكله زي دي تعملوا ايه؟ الحقيقه انه كله اجمع على انه لا ما ترتبطيش بيه، لا ما تعمليش كده. بصي طمان بيقول لي طبعا لا ما تعمليش كده، لا لانه ممكن تكون اختك ما قالتش مشاعرها الحقيقية من باب الكرامة والكسفة، وإنها يعني تبان إنه لا ده أنا نسيته طبعا، مفيش حاجة، مفيش حاجة بيني وبينه. ممكن تكون فعلا مشاعرها إنها نسيته، وإنه تجربة وعدت. أنا بقول حاجة، وممكن تكون بتحب حد تاني دلوقتي. بس عارفة أنا إيه اللي قلقني؟ فكرة إنه يخش العيلة وتحس إنه ممكن يكون فضل، ده هو فضل اختي عليا. هم سابوا بعض. طب انا ليه ما توفقتش معاه؟ مين اللي ساب؟ مين اللي ساب؟ هي اختها. ما قالتش. طب انا هقول نقطه برضه تساعدها. لو اختها اللي مش طايقاه ومش عايزاه وبالنسبه لها اجنور، تستنى بس لما اختها ترتبط، فهماني؟ تبتدي بعد كده تقول لها طب انت عندك مانع. طب هو هيتعامل ازاي مع اختها؟ انت عندك مانع لو انا عاجبني فلان ان احنا نرتبط، لو انت عندك مانع تظن 10 يمشي. طب هو يتعامل ازاي مع واحده كان بيحبها؟ يعني واحده كان بيقول لها انا بحبك خلاص، ما هم وينزل اكيد بلاد بديب يعني ازاي؟ بصوا انا بس عايزه اقول حاجه. واضح ان اختك متقبله فكره انكم اصدقاء. يعني اصلا في الاساس ما طلبتش منك. يعني هو في الاساس، انا بقول في الاساس هي الحقيقه بنت متفاهمه، مخها كبير، ومن الواضح ان انت وخطيبها كان بتجمعكم علاقه صداقه، وواضح ان العلاقه دي قويه، وواضح ان انتوا بينكم سوشيال سيركل واحده او دايره اجتماعيه واحده، لانكم بتتقابلوا في خروجات وبتتقابلوا في حتت. واختك مباركه ده ومش ضده، فده مش هقول لك يعني احنا انا مش مع ولا ضد، انا بس بحاول افكر معاكي بصوت عالي لان هي المشكله فعلا حساسه. بس الجواز غير بالظبط، فده في حد ذاته يعني ايه شيء حلو مش وحش. فكره بقى انك تستني شويه لما اختك ترتبط، ممكن، وممكن تستني شويه لما افرضي ما ارتبطتش دلوقتي. وممكن تستني شويه، هقول لك حاجه، لو ما ارتبطتش وهي تجس النبض، تجس النبض بتاعها، بس هو دخوله العيله تاني وهيتقدم تاني للاخت. حصلت كتير على فكره بجد، ده حصل، بيبقى جوز الاخت. ايه بتحصل، والاخت بتموت بيتجوز اختها. يعني مش انا بقول حاجه، طبعا انا ما احبش حساسيات الاخوات طبعا يعني لو تقدر تبعد تبعد، لو تقدر. ما قدرتش، خلينا برضو نبقى فير معاها طبعا، ما قدرتش وبتحب والاثنين هيعملوا كابل، ما حصلش وهينجحوا لو اختها مثلا. طب ليه نمنع؟ ليه نمنع؟ انا بتكلم انها لازم تاخد راي اختها، بس انا بقول نستنى شويه، اولا تتاكد منه انه فعلا هيتجوز، عشان ما تعملش قلبان على الفاضي. صح، دي واحد، اول حاجه لازم تتاكد. تقول له نهدى بقى شويه لما هي بس ترتبط. ما ارتبطتش، تخش كده مع اختها في يوم لذيذ وقاعدين مع بعض، انا عايز اخد رايك في حاجه، كان الموضوع لسه هيبتدي. مش الموضوع بقى له شويه، لا من وراها، لا كان الموضوع لسه هيبتدي، يكون فات فتره طويله عن علاقتهم. وتقول لها، تقول لها بصي مش عارفه، حاسه ان معجب شويه بيا، حاسه ان في حاجه بينا، انت ضايقك ده؟ لو ضايقك ولا يفرق معايا، ينتهي الموضوع حالا، لان انت اهم عندي من اي حد. فاهماني؟ فلو هي قالت لا 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 ولا يفرق معايا، يلا جون في دماغهم كبيره، في افرضي كده، افرضي يا جماعه، انا مش مستاهله الموضوع. لا لا انا ما يعني مستغربه، مش عارف، مش عارف، مش عارف.
مش يعني حاسس. انا بقول لو كده عطلنا تشويس. عطلنا احنا عطلنا. لا مش عطلنا، انا بقول تحاول المحاوله دي، ولو اختها قالت لا انا هيضايقني جدا الموقف ده لازم ما ينفعش. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.